أول أسئلتنا في برنامجنا هو سؤال وينك؟ تقدر تقول معلق أنا معلق في الهواء يعني معلق. أنا مشكلتي مع الهواء لا تنتهي من البداية إلى النهاية. وقبلت بأمر من المقام السامي كأول صوت نسائي في الإذاعة. يقول ما كان يأتي من القلب يصل إلى القلب، فالإنسان دائما يتحسس. كل فخر وأخذ الكأس وبوسة سلمان الذي الفيصل. المرأة خلقت اللي نحبها لا لنفهمها، سرها في غموضها. أحد يجيب سيرة السعودية أقول له ترى أنا سعودية، أو على طول أوقف. شكراً يا لي بحجم جبال العلا. لا عدمتك الله لحمك. وين هالغيبة سماه إفراق؟ ليه تدخل في المجي خليك كريم؟ إيه؟ وأنا شراني كريم، أنا جيت أتبعك ويضيع العمر، ضيع الطريق وخطوتي ودورك. لاعب نادي النجمة والشباب والشاعر أيضا محمد بن عبد الرحمن المسلم، حياك الله معنا في برنامج. أهلا والله، أهلا وسهلا يا مرحبا، شرفتنا أبو سلطان في برنامج وينك. الحقيقة سعيد اليوم جدا أن ألتقيك. وإحنا أسعد وأسعد. الله يطول عمرك. اسمح لنا نوجه لك أول أسئلتنا، وينك؟ الله أنا موجود. إيه؟ أنا موجود ولكن ما هناك يعني متسع لكي أظهر للناس أو أقدم نفسي للناس. أنا محمد المسلم معروف من زمن بداية الكرة في السعودية، من زمن بداية الرياضة السعودية. لا، لعب الكرة، لعب الكرة في الرياض. في الرياض يعني نعم. من أيام لعب الكرة في الرياض والفرق قبل لا تصبح بعضها أندية يعني. بدأنا في وما بدأنا في الكرة، بدأناها عشق. عشق، كنا نلعب شراريب نعبيها قماش ونشوت فيها أول في الظهيرة في جوار مسجد الجامع القديم، وثم نروح للندافين اللي يصلحون المطارح ويصلحوا لنا الكور. شبه الكورة يعني. ونلعب بها، وبعدين في الظهيرة هذا في البداية. احنا واصدقاء لنا وزملائنا حصلنا على كورة. هذه اول مرة تحصلون على كورة؟ اي، حصلنا على كورة وبدأ. وبعدين اهل الحارة اللي إن فيها مش معزين من اللعب وهذا وطقطقه والكورة طق الباب هذا ولا تكسر الدمبه اللي في الشارع هذا. ظهرنا الى حوطة خالد في ملعب القوعة بجوار مقبرة المقبرة اللي في شارع الوزير شلقة. بجوار مقبرة شلقة هذه بحوطة خالد بدأت يعني بديتوا تلعبون. بدأنا نلعب نعرق الباب ونحط لنا قدد حصى ونلعب بها وتراب. طيب حجي على تفاصيل أكثر. الولادة عام كم؟ تاريخ الولادة وين كانت؟ الله، الولادة كانت في الرياض. إيه؟ ولكن بالنسبة للبطاقة المكتوب فيها يعني احنا نقول من ذكرى من مواليد 1/7. واحد سبعة يعني هم قللوا في أعمارنا على أساس نطلعها عشان التسجيل وعلشان التسليف الكرة وهذا. وقللوا أعمارنا حقيقي 62 62 هجري. اي نعم. ما دريت أنا إلا من تالي لما توفى الوالد وبرقوا في أوراقه الأخوان وهذا طلعوا لنا كل شيء. أقول طلعوا الأوراق تثبت متى تزوج الوالد ومتى أنا جيت لك طولة العمر يا أبو سلطان. حدثني عن يعني ذكرياتك الأولى، دراستك، نشأتك، والدك الله يرحمه. الله يسكنه جنات النعيم والدينا والديك. أول شيء إحنا أول ما درست القرآن درست عند الوهيبي في ألواح، هذا في الثميري.
موجود المسجد الى الان بجوار ما بين ما في مسافه بينه وبين المسمك، قريب يعني يمكن 20 متر 15 متر بالبعيد عن المسجد. وبعد ما خلصنا من الوهيبي الشيخ الوهيبي طلعنا الى درسنا عند الشيخ محمد السناري في المرقع، درسنا عندها الدراسة اللي عرفنا نكتب عرفنا نكتب من عند السناري. درست في الأنجال؟ درست في الأنجال فترة ما هي طويلة، درسنا أنا وبعض الأصدقاء وخالي عبد الرحمن الله يرحمه والسياطين مدير مكتب الأمير فيصل بن فهد، أنا وبعض الأمراء وبعض الأصدقاء، بس ما طولت فيه. طلع يعني أبغى الحرية وأروح وأجي، وهناك شوي دراسة صار ما عثمان الصالح شوي علينا إحنا إن أصغار يعني وتركت. كان صارم يعني صارم مرة يعني ما هو طيب. وأنا طلعت خالي أكمل مع بعض أصحاب السمو وبعض الأخوان. الملك سعود أيضا شاهدته وصار لك موقف يمكن معاه موقف لازال. والله هو في الكورة الله يرحمه ويسكنه الجنة الملك سعود. كنا شباب وعرفت ناس من معهد الإنجال من أول، تجمعنا ورحنا نلعب في ملعب هم واحد من الأمراء قالوا إلا نباريكم. تجمعنا أن مجموعة ولعبنا في ملعب صغار يعني تونا بادين يعني عمرنا على 12 سنة تقريبا 12-13 سنة ولعبنا وفزنا. وباقي عندي هذه الذاكرة ما هي برايحة مني أنا ما تروح. وأنا أطالع فيه وش أطالع؟ قلت أطالع الساعة، أعطانيها الله يسكنه جنات النعيم الملك سعود. قال لك وش تناظر؟ أنت كنت تناظر ساعته. إيه أنا طالع وطالع الساعة اللي علي. رحنا بعد اليوم أنه مشينا لحقونا أخويا الأمر بيطقونا. اللي توزع حدر الشجر منه ومنه أخيرا جاب الله الأخ الفاضل عبد الرحمن الوعيد. كان مع ونيتس هو يشتغل في نفس الناصرية. وش فيكم؟ شاف العالم ركبنا في السيارة وطلعنا من الناصرية ورحنا. وانت ماسك الساعة خايف انه خايف هم يبونها؟ لا ما هو يبونها هم يبوننا ولا نغلبهم. اقول يبوننا زمن زين حقيقة. اقول زمن يعني حياة بسيطة. لا ما في السكان زيادة في الرياض يعني كلها تجمعها ما كلنا كل واحد يعرف بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان. اي حارة تروح لها وين بيت فلان بيورونك اياه على طول. اذا قال انا ساكن في الشميسي على طول يورونك وين فيه. ساكن في العطايف يورونك بيت. ايضا يمكن شاهدت الملك سعود في المدرسة كان زار وغنيته او غنيته امامه. لا هذه وين؟ ما هو بزيارة الله يسلمك. هذا عندما دخلت الابتدائي دخلنا الابتدائي ومعانا بعد جماعة من أصدقائنا معانا محمد الوعير رحمة الله عليه رئيس تحرير جبهة اليوم ومعانا فهد الوعيل من معارفي. هؤلاء أصدقاء الطفولة واختارونا وطلعنا للقسم المخصوص وعطونا نشيدا نغني يعني ننشده. قالوا لي احفظ النشيد هذا روح معنا. كان رئيسنا واحد الله يذكره بالخير اسمه ابو عبد الله السعود كبير شوي هو يعني كان هو الرئيس حق ورحنا مستانسين عشان نطلع من المدرسه الصبح يروحون منه ويعودون منه في ملعب الملز. بعدين حفظنا كل شيء وجابوا الفرقة الموسيقية هذه اللي هي
النحاسيات هذه والشغلات حقت الجيش، وانشدنا نشيد حفظناه وانشدناه امام الملك. أيه؟ هذا القسم المخصوص العاب رياضيه. أيه؟ واحد اثنين ثلاثه ومش ايش كان يمين النشيد؟ يسار سم النشيد وش كان؟ والله اتذكر تحيه للملك. أيه؟ اتذكر والله منه بعض الـ 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 الابيات يقول سعود سعود حباك الاله بنصر عظيم طوال الابد مليك قوي اذل الطغاة. والله ما ادري وش الباقي. هذا في القسم المخصوص. هذا اول ما حكم الملك سعود. جميل. طيب الرياضه هنا شلون بديت الرياضه؟ متى بديت الرياضه؟ وين لعبت؟ في النجمه. في النجمه قبلها. أي. قبل النجمه. قبل النجمه انتقلنا احنا الى كنتوا في الحنبلي. الحنبلي وش قصته؟ قصته انه عيال الجبعة، عيال الشيخ مطلق الجبعة، تعرفنا عليهم انه والنزهان وبالنفيسة وناس واجد من اهل الحارة كلهم، وقمنا نلعب في الحارة بيناتنا، وكل قام يجي يلعب معنا ومع عيال الجبعة، ونقعد وندخل بيت الجبعة ونطلع وبعدين كثروا الشباب او كثروا في ذاك الوقت. بعدين جانا ونلعب مباريات مع فريق الامير عبد الرحمن بن احمد في الغرابي. اي ونلعب مع الشميسي، هذا اللي نتبارن وياه. هذا فريق الحنبلي. هذا فريق الحنبلي، وركز هالحقيقة التركيز مضبوط يعني. الرئاسه زيد هو اللي يدفع، واخوه حسين. طيب. وبعدين ناصر بن نفيسة لها جزء كبير في تأسيسه، عبد الله بن نزهان له جزء كبير في التأسيس يعني في تأسيس الفريق الحنبلي يعني. هم من ناصر وعبد الرحمن بن حبان. عبد الرحمن بن حبان وناصر بن نفيسة من في ذاك الوقت من أفضل لاعبين المنطقة الوسطى، يعني لاعبين بمعنى الكلمة أنهم لاعبين يعني. اي وبعدين جانا مندوب من اول ما في اوراق اكتب رسائل اكلم ولا جانا مندوب من الامير عبد الرحمن بن احمد انه نبغى نتبارى معاكم. اي واحد قال للصحابي اعتقد في ذاك الوقت كان معنا الكابتن والاستاذ فهد العيال، كان موجود في ذاك الحيث معنا يروح ويجي يعني معانا في يتمرن معنا ويروح معنا. دخل علينا محمد الجبعة وقال لنا جاب لنا فنايل، هو أمير قرية على حدود الكويت، جاب لنا فنايل وقال لنا هذه الفنايل لكم وروحوا تراكم منصورين يا نصر. كان معنا الله يسكنه جنات النعيم محمد مهدي. أي. هذا خطاط. أي. وكان من أصدقاء عيال الجبعة معاهم يعني. أتذكر قام على الباب وكتب عليه فريق النصر، باب صغير عند بيت الجبعة، كتب بعض الأسامي على هالباب. وانا عندي صوره لكن ما اعلم مع الصور ومع الاوراق اللي عندي وين وين راحت. كتب اسماء ما كتب جزء من اللاعبين يعني على حد الخشبه حقت. ايه. الباب اللي يقدر يكتب فيها كتب اسمك. ايه. اخذ من حطبها كسره سوداء. ايه. وخطاط مضبوط وكتبها، قعدت مال سنة ما انتبهنا لها إن كلنا. أي. انتبه لها بعض العيال، كان معنا واحد قال له محمد الشافعي بعد في ذاك الوقت. قال زيد ميد الصحابي خلاص بكره عقب بكره ان شاء الله انا وياكم. ولا عاد تسمونا فريق الحنبلي.
ان احنا اسمنا النصر، ومن هنا مشى النصر. انتقلنا الى قبل صار في خلاف على النصر، ايه في خلاف ان احنا بنروح نتمرن بالحين، في خلاف على ان نقول النصر هو النصر الطائر او النصر، او قال لا محمد الجبعة كذا بلسانه قال النصر المنتصر، روحوا تراكم منصورين ما هو بال، ومشى اسم النصر. طلعنا للقشلة للفوطة ولعبنا في ذاك وتمارين وانتبارة في ذاك الملعب كبير شيء، موجود الملعب إلى الآن. وين مكانه؟ مكانه في الفوطة مقابل المستوصف حق الفوطة، في ومقابل القصر الأحمر، وجزء منه يطل على الحديقة حقة الفوطة. أي. وظلنا نلعب هناك. فهد العيل راح بعد وحط له فريق ثاني يعني، ولا معانا هو في بداية الأمر، حط له فريق ورجع لما رحنا للقشلة، رجع وجاب لاعبينك كلهم. بعدين جانا عبد الرحمن المؤذن، واحد من لاعبين الأولمبي الظاهر حق، لأنه مع عبد الرحمن بن سعيد، وجاب لنا أحمد سوداني وعرفنا عليه، وهذا كان يوزع جرائد عشان يجي على بسكليته يجيب لنا الجرائد ونقراها وهذا. قلنا خلاص اقعد معنا وود الكرة معاك وجبها، ما عاد صار يحطونها عشان يخشوا إذا يتأخر ما يجيبها، ولا زيد ما يجي، ولا حسين، ولا أي واحد منا، صار هو يروح استمر معانا يودي الكور ويجيب بس وصفر لنا ونلعب وكلنا يروح البيت. جانا عيد الصغير وجانا عبد الله بن صليح وجانا جوهر مرزوق ويلعبوا معانا، ومعنا واحد عيد ثاني كبير معنا يلعب، وسمي عيد الصغير، هو ما هو اسمه عيد الصغير، لا الله يشفيه وعافيه يا رب. فصار هو اسمه عيد الصغير وذاك عيد الكبير، ومشت فيه وراح، ومشى بن صليح مع وعيد وجوهر، مشوا لين طلع النصر، لين سجلوا، لين راح، هم اقدم ناس استمروا. بس ابن حبان وناصر اقدم منهم بس ما استمروا، يعني لعبوا في الدوري معهم بس ما استمروا، بس ابن صليح وجوهر وعيد استمروا مع النصر ومثلوا النصر، وفي درجة أولى مثلوه، إلى ابن صليح ترك الكرة قبل عيد استمر. وأحمد السوداني ما كنتوا تعرفون اسمه أحمد البربري ولا؟ لا والله ما نعرف إلا أحمد السوداني. إيه؟ نعرف أن أحمد السوداني رجال طيب وخير، يعني انفعنا بتوزيعنا، ولا الكابتن هو عبد الله بن نزهان، إذا ما جاء ناصر بن نفيسة هو اللي يوزع عبد الله بن نزهان، وهو اللي يعني له ثقل في الفريق، أقول له ثقل في الفريق عبد الله بن نزهان. يعني أنت شاهد على هذه المرحلة أنه أحمد السوداني ما كان له دور في تأسيس نادي النصر. إذا هاللحظة ما لها أي دور. طلعنا احنا وكثر اللاعبين نزلنا للقشلة. نزلنا للقشلة. واحمد سوداني على ما هو عليه. وزيد الجبعة وحسين جزاهم الله خير ما هم بيقصرون. ما يقصرون معه. يعني اذا اعتاد شيء ولا هذا ما يقصرون معه. جو لاعبين كثير، فهد العيل اول ناس نجاب اللاعبين اللي رسوا الفريق. وبعدين طلع الفريق العجليه. عنده فريق في العجليه فهد. اسس له فريق وجاب لاعبينه وهو معهم. ولعبوا في القشره وابطوا. في النصر. في النصر. الحين هو فريق ما بعد سمي رسمي يعني في لا 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 ما سمي رسمي. عام كم هالكلام تذكر؟ والله يا اخي اني اتذكر انه في 75.
75 هجري ما هو ميلادي. إيه 75 هجري. إيه 75 يعني هجري لأن نزلنا إحنا عندهم في أواخر يعني باقي شهر يمكن 75. يعني أنت تحكي عن 55 ميلادي. إيه في عام 75. عام 75 بدأنا في الحنبلي إحنا وبدأنا أنا ويا الجماعة أنا تركتهم. يعني كثروا اللاعبين وكثروا اللي جوا أهل المرقب. هو جاء ناس جاء سعود ابو حيدر بعد وبعدين انا عاد من الى هالمرحله والرئيس زيد رحت وتركت خليتهم وتركت الكوره ورحت للحجاز مع اهلي ودرست هناك اي درست الحجاز درست وهو بقى سعود رحت وزيد الرئيس هو اللي يامر هو اللي ينهى إذا كان السوداني رأس النادي أنا ما أدري عنه. أي. لا احنا نتكلم عن موضوع الدخول في مرحلة في التأسيس وغير ذلك. لا التأسيس إن أهل الرياض كلهم يعرفون إن عيال الجبعة الشيخ مطلق الجبعة هم اللي أسسوا النصر. بمساعدة عيال الحنبلي. الحنبلي وش معناها؟ الحنبلي حارة. حارة من الحنبلي الظهيرة العطايف دخنة بهالمسميات يعني أقول بهالمسميات زيد الجبعة تعب ولا كان هناك أوراق أو مطبوعات أو نصلح شيء أو اللهم أنها صور وما صور بس إنما الأساس والمسمى ما حضر هذا البلد. طيب ليش دائما يحاول يزج باسم احمد؟ والله عاد هم يتكلمون وانا نتكلم لكن لا يصح الا الصحيح. انت شاهد اقول مو انا اشاهد الرمز للنصر اللي وصل النصر تعرف فيه اللي وصل العالميه اسسه مضبوط عبد الرحمن المسعود عارف انه عيال الجبعه واهل الحنبلي وبالنفيسه والثاني يعني انت تقول هذا الكلام رغم هلاليتك يعني انا ايه؟ انا من تركت الكوره ايه؟ يعني اشجع اللاعب الممتاز يعني ما حتى ما اشوف بعض المباريات يعني والهلال ينحب والنصر ينحب ما كان اول ما في التفرقه ما كان في هذه يعني المشادات وال لا 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 ما كان في الملعب لما احنا لعبنا ورحت الحجاز انا اقول لك يعني قعدت فتره ودرست وجيت ولعبت بعد فتره طويله ما بقصيره لعبت مع الشباب لعبت اول شيء في الاهلي عفوا لعبت مع النجمه يوم رجعت من الحجاز اول اللي سجلت فيها لما جيت سجلت النجمه سجلت رسمي سجل اصدقائي فهد الوعيل ومحمد الله يرحمه بعدين رحت للشباب وسعد بن خليف وربعنا وجنب بيتنا سجلت انا في النجمه واستمرت في النجمه حتى انتهيت الشباب دمجوا قصه الدمج كيف صار الدمج النجمه مع الشباب قصة ده ان فرحنا 72 ساعة ايه وبعدها قالوا لنا اسقطنا الشباب مرتين في ذاك الوقت الشباب كان يعني احنا اجود منه اللاعبين اللي عندنا كنتوا تفوزون يعني على الشباب وانا في النجمة وفزنا على الهلال واحنا في النجمة اقول ما هو بس وبعدين جاء موضوع تدمجون مع والشباب يعني ما اللاعبين اللي فيه يعني ما هم كان العميل افضل لاعب العميل كان من المهاجمين ايش قصة 72 ساعة؟ يعني انتم فرحتوا؟ قصة اقول لك ايه بعلمك عن يعني الشباب الشباب ما في كويسين الا ثلاثة أربعة بس ثلاثة ولما عندي مجد صبت على نادر العيد نادر العيد وصادق في نمبان الحارس وفي بعض المرات يلعب واحد ثاني والله ما نسيت اسمه الباقيين كلهم النجمة اللي 72 ساعة كيف إن فرحنا إن خلاص صرنا من يعني كبار عيوا وقالوا لا الشباب ما يسقط
ودبنجونا خذوا خلانا في نادينا الشباب ما كان عنده إلا شقة بعد ساكن فيها ما كان عنده شيء إحنا عندنا بيت قصر كبير نادينا. من كان رئيس النجمة هنا ورئيس الشباب؟ رئيس الشباب عبد الحميد مشخص مشخص أي ورئيس النجمة؟ رئيس النجمة الظاهر باعشن الظاهر إنه باعشن. من اللي أصار من اللي كان وراء موضوع الدمج؟ الدمج الأمير خالد الفيصل أي. يعني حتى بعض من الشباب راحوا وكلموا وقال خلاص بس موضوعكم انتهى دمجكم شعاركم شعاركم لاعبينكم وناديكم هو الاسم للشباب الشباب فريق عريق من أقدم الفرق وظلنا في الشباب إلى أن انتهينا من الكورة. وين كان الهلال هنا؟ أنت يعني تذكر انفصال الهلال عن الشباب؟ والله التاريخ ما أذكر بس أذكر أن نلعب حطة خالد والشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمة الله عليه يجي إلى هالبيت صغير هناك يجي فيه ونشوفه يدخل ويطلع لكن منا بنحاسبهم بس نشوفهم بعدين عاد عرفنا أقول بعدين عرفنا معنا زملاء في ذيك الفترة خذاهم عبد الرحمن. البيت كان المين اللي يجي؟ والله لا ما لا أعلم منه هو لكن إن نلعب جنبه ما بيننا وبينه إلا خطوتين يعني هو إن المقبرة تحد البيت من جنوب ومن غرب وما لنا ما دخل إلا من عندهم يعني ندخل البرحة اللي فابه من المقبرة وهو جنب قصة الخلاف هل كان في خلاف بين عبد الرحمن سعيد ورئيس الشباب؟ والله لا أعلم لا أعلم ولكن قيلت ايش قيل ايش سمعت يعني أنا سمعت ولكن اللي انا اسمعه ما 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 اقدر اتكلم فيه الشيء اللي ما اشوفه بعيني او انا اعمله اتكلم فيه اما شيء ما اشوفه ما يعني لو قالوا هذا كذا وهذا كذا قال لي فلان وقال لي فلان اي بس وش كنتوا تسمعون ذاك الوقت يعني اللي سمعتوه مباراة صارت ولكن هالموضوع ما اقدر احكي فيه لانه ما أني عارفة بالتفصيل وش اللي صار بالضبط عارف الأولمبي نجح عندنا في ذلك ولا أدري بعد هو الأولمبي ولا الشباب وأخذ من عندنا من كنت أنا وزميلي الله يعطيه الصحة والعافية سعد بن خليف وصالح العقيل صالح العقيل خذها عبد الرحمن بن سعيد. أنت يعني كنت تذكر الهلال من كان أولمبي من كان اسمه إيه أذكر زين تمام يعني وين كان موقعه؟ عبد الرحمن بن سعيد يعني من يشوف اللاعب يعرف سكنه فسح جناته عبد الرحمن بن سعيد جيد مع الناس كلهم مع اللاعبين مع البرانيين يعني ما اللي يقولون هذا رئيس وهذا رئيس صحيح رئيس فدا روحه في الكرة وفي الهلال وقبل الهلال فدا يعني رجل قدم للهلال وللرياضة بشكل عام الكثير لا لا أستطيع أن أتحدث عنها يتحدث عنها الناس الكبار اللي عايشوا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. جميل لعبت مع الهلال في مباراة واحدة فقط أتذكر لعبت مع الهلال في مباراة لعبت مع الهلال إيش قصة المباراة يعني قصة المباراة ما أدري أنا ما أدري إلا جوني وقالوا ترى الهلال تروح لنادي الهلال بكرة في قال انه قال لي عبد الحميد مشخص إعارة للهلال قلت هلا وسهلا زين كنت أتمنى ذلك أنا ورحت للهلال وتمرنت معهم يوم الظاهر ثاني يوم جاء منتخب السودان جامعات السودان ولعبت معاهم أنا ونبيل الرواف كسنتر هار والمشكلة صارت ما تخطر على البال أنا فرحت بالفنيلة اللي لبستها حقت الهلال ما قعدت نص ساعة أو 20 دقيقة جاء فريق السودان ودخلوا ونحن دخلنا كلنا زرق فنايلنا كلها زرق
وبعدين الحكم وقف قال شلون الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه ويغمد جنات النعيم قام وكلم الصايغ وقال لي عندنا الصايغ ملابسهم وشغلهم عبارة عن نادي ملعب الصايغ جزء من فيه مكان يقعدون فيه جاب لنا الأطقم دخلنا في غرفة اللاعبين فصخنا فنايل الهلال ولبسنا فنايل الأهلي أحمر وأسود أهل الرياض أهل الرياض أي. كنت تحمل أي رقم الظهر في الهلال الظهر 5 أي الظهر 5 أي. والله إني ماني متذكر أنت كان معايا نبيل الرواف أي. أنت كان مكان لعبك في التشكيلة إيش كان دفاع ولا نفس خانتي أي وسط ولا دفاع لا سنترها سنترها وفزتوا في المباراة فاز الهلال ولا فاز الهلال محمد بن عبد الرحمن المسلم نكمل حوارنا وحديثنا ونأتي للشعر وتجربتك في الشعر نبغى نعرف كيف بدأت قصتك يعني كشاعر من طفولتك أنا ماني شاعر أنا كاتب أنت لا تصف نفسك شاعر لا أصف نفسي كاتب خواطر كاتب نصوص غنائية كلمة شاعر كبيرة كلمة شاعر كبيرة ما كل إنسان يطلق عليك وكل من كتب لها قصيدة أو جوكة أنا شاعر أنا عندي دواوين بس ماني بشاعر هذه خواطر وأترجمها وأوظفها في نصوص غنائية كلمة شاعر صعبة شاعر هو الشعراء متى بديت يعني تكتشف انك تكتب هذه الخواطر هذه الكلمات في البدايه وانت بدات اكتب هذا في الثمانينات اي لك اي في الثمانينات يعني بدات في قصه لك يعني من اول وانا اعشق حتى الدرس حق المحفوظات اعشقها حتى لو اني بغيب ما غبت لك اليوم اللي في محفظات عاشق هذا الشيء اول ما بديت تكتب الوالد كان له موقف شاف قصائد لك او خواطر ما شافها اول اي شافها بعد ما طلعت الاغاني اي وشاف ذا عرف اني وبعد ما طلعت اصدرت الدواوين اي يعني شوي تاثر أي. تاثر من اي ناحيه يعني ما وده اي ما وده كان اول ما وده بالكوره ولا كان عاد غصب يعني ما عاد يعني خلاص أي. الموضوع يقرأ في الجرائد قام يعلمونها وصار لك كذا وجاء لك كذا وراح وجاء وهذا يعني تعرف العب خاصة أبواننا ما ودهم أن نلعب كورة ولا ودهم أن نسمع أغاني أو الغناء أو هذا الشيء معروف ما ودهم أول والكورة عندنا من أول من يلعب كورة يعني ما الشيخ مو زي يلعب كرة يعني ما ينظروا له بال الشيخ عبد الله بن خميس له موقف الله يرحمه الله يسكن له قصة معاك والله مو موقف الشيخ أبونا وقريب لنا ونسيب لنا وفي نفس الوقت سنين وإن صديق للوالد نروح له يزورنا ونزوره وعلامة من أعلام الأدب صحيح يعني الشيخ عبد الله خميس يعني ما هو بأن اللي أقول له اللي يتحدث عنه لازم يكون في مستواه أو في طيب كان له موقف معك إيش قال لك أنا جيته أنا في ديواني الأولاني أنا أزوره على كل حال يعني كل شهر ونص يعني أمره أسلم عليه عادي يعني شلونك شلون الوالد يعني في يعني قرابه يعني أيه. من عيال العمومه ومن هذول يعني في ويعرفنا يعني ويعرف الوالد جيت انا مره وسلمت عليه ووريته الكتاب حقي ايه الشيخ ابيك تشوفه وهذا
شاف الكتاب قراه وقراه جي 8 دقائق أو 7 دقائق أو تصفح. قال لي إيش بتسوي به؟ قلت أنا بطبعه. أقول ماذا؟ قال لي توكل على الله. يقول ماذا؟ في الحرف الواحد. بكلام زين هذا ليش ما كتبته بالفصحى؟ ليش ما كتبته بالنبطي؟ يقول لي الله اسكن جناتنا. قلت والله لو عندي القدرة على هذا الشيء كتبت، لكن هذه يبغى لها يعني يبغى لها وقت، يبغى لها تعمق، يبغى لها فصاحة. ما هم الشعر هذا المرسل أو الشعر يختلف، هذه خواطر تكتبها وتقولها وتوصفها، هذا قافيات في قصة لك أظن. أنت أرسلت رسالة للفنان الراحل طلع مداح الله يرحمه، وصار لها موقف لك في المدرسة. ورد عليك هو في نبغى نعرف قصتها، هذه الرسالة بخط يد طلع مداح الله يرحمه. هذه نبي نعرف قصتها، ويمكن صار لك موقف في المدرسة يعني المدرسين تفاجأوا انه انت انك انت لا بعض المدرسين يعرفون اني انا اول نحب الواحد يبي يشتهر ويبي يشوف وطلع المداح ويغني وهذا ونسمعه. وقمت كتبت له اغنيتين وارسلتها له على بحثنا على عنوانه وارسلناها له، وما ارسلتها له حطيت عنواني على المدرسة حتى على الوالد ما أبغى يعرف أني أكتب ولا أني أعرف طلال المداح في ذاك الوقت، يعني ما يحبون. رسلت الرسالة وارسل لي ردها طلال، وشاف ما فتح المدير الظرف. قال روح انادوا، ويجون المرسولين وحول لهم. قال انا ما ادري وش القصه، احد شاكيني من الطلاب ولا احد وحول له. يوم حولت قال لي وش عارفك طلال المداح؟ الظرف على ماسته. طلال المداح يغني وطني الحبيب ويغني اغاني هذا وانا عندي شوي هذا، وكتبت له شيء يغني. ما ادري شو قعدت انا وياه في شو اسمه. قال افتح الظرف، وما يدري وش اللي في الظرف. يوم فتح الظرف والله حتى الظاهر ان اخذت الظرف الرساله وخليت الظرف عنده. اخذته قال لي ايه، قلت له خذ افتحها وقراها وقراها. قلت يا انا اكتب له ولغيره اللي بيغني واكتب له. قال الفراشين ارفعوا رجله ويجون يمسكوني. قلت يا هل احد يجيني منكم وتراه بيجي حقه؟ الا لمن مدرس الرياضه اللي احلم علينا. قال لا يا استاذ، هذا محمد المسلم اليوم عندك انت بتروح العصر الملعب وفي مباراه له للمدرسه وتبع المدارس وهذا، والشيخ الله يسكنه جنات النعيم عبد الرحمن بن سعيد هو اللي بيسلم الكاس. المهم دخلوا المدرسين وعرفوا. المهم فكني عرفوا عدل الدعوه وش المدرسين تعاطفوا معي. لعبنا المباراه هذيك ومعهد العاصمه اول ما فتح وجبنا الكاس اللي اعطاناه عبد الرحمن بن سعيد. هذا من اول من غنى لك من الفنانين؟ عود العوده. عود العوده عام كم؟ والله اني ما اتذكر يا اخوك، بس قبلهم كلهم. اول ما غنى لك عوده، ايش غنى لك؟ انتهينا. وبعدين بعدها عتاب.
بعدين بعد سعد ابراهيم بس وقفت. اي عتاب سعد ابراهيم بعدين وقفت، ليش وقفت؟ يعني الوالد تاثر من هذا الشيء وقال لي لا عاد تنهمك في هالامور هذه. اي بس كلمتين قال هذه وقفت، لا عاد تنهمك اكثر من كذا، وقفت عن العطاء للناس او عن اعطى الملحنين او المطربين، وقفت الى يومك هذا. طيب نبي نعرف قصة تعاونك مع عتاب في عمل مجاريح. أبد حصل اتصال بيني وبينها من عند جيران لها نعرفهم، وحصل هنا في الرياض. في الرياض وكلمني الملحن أبو سامي، وبعدين قال لي عتاب فيه لها تبغى أغنية، وأنا جاهز الآن فاضي، أبي تدبر لي جسمه، بتروح لمصر. هي اللي راحت لمصر وقعدت وياها في ذاك. قلت خلاص، وأنا رايح للبيت موضوع عندي معين يخص الشيء، كتبت المطلع، وما كان فيها أول حتى التلفونات شوي يعني تتكلم ما تلقاه. قلت له خلاص أنا بصل بجيب لك قصيدة، إن جازت ولا حلها عندك. حطيتها النص الكبليه الأول ولحنه وزهم علي في ثاني يوم، لأن زهم علي ما رديت عليه، قلت خل أول خلين. قال زينة كملها، كملتها وعطت إياه، ورحت أنا وياه له جميع سمعها إياه، وخلاص أخذتها وأرسلتها مصر قبل ما تروح للتسجيل، سجلتها وبعدين خلاص اشتهرت فيها. طيب نسمع كلامها شو يقول. طلعها يقول مجاريح على فرقة حبايبنا مجاريح، ومشافيق على ميعاد عودتهم مشافيق، حبايبنا يحبون السمر قمرة، حبايبنا يحبون السهر نجوى، ولا ترضيهم الشكوى ولا كلمة أنا مروى، ومجاريح على فرقة حبايبنا، حبايبنا خذوا ما عندنا كله، خذوا منا ليالي العمر، خذوا منا دموع الصبر، خذوا عن قلبنا طوله، وخلوا سمس نجواهم تذي بالقلب وتذل. ومجاري حبايبنا على وادي أمانيهم زرعنا دربهم بالشوق، ولكن يا حسايف بعد ما رينا وعشرتنا لهم بالذوق، تناسونا وخلونا مجاري. مجاري ديوان بحور أحزان، تحكي لي عن قصته، وخصوصا أنا شاهدت أن اللي كتب المقدمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه، كتب كلام جميل عنه. عندما أنا خلصته أجزته قبل لا أجيزه، قبل لا أجيزه أعتقد والله أني ما أدري، رحت للأمير فيصل المكتبه، والله سكنه جنات النعيم، خالي هو مدير مكتبه، بس ما رحت له. من خالك؟ عبد الرحمن السليطين. اي ما رحت له على اساس انه يكون في وساطه، او انه يروح يقول للامير ولا ويعرفني الامير. رحت لعلي الله يرحمه،
هو مدير الشؤون الإعلامية والشغلات هذه، مذيع كان من أول يمكن تعرفه. أعرف. صديق اللي درستنا في مكة كثير. كم من سنة درستنا وياه؟ جيت أنا وياه وقال لي قم. وأروح أنا وياه الأمير فيصل، خالي قاعد. سلمت عليه ودخلت أنا وعلي. سلمنا عليه قال لها كذا كذا كذا، قال محمد الحين تجيب علي وخالك عند ال، قلت له طول العمر خالي مدير مكتبك وهذا حق الشؤون الإعلامية والثقافة وال، علي العلي يعني قصده يعني ان انك ورك تروح من اكورك ما جيت لخالك وجابك لي، عرفت الموضوع؟ اي قراه 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 قال خلاص انا بعلمك. علي بيتصل بك خلينا نطبعه، يقول قلت له بجيك في اكبر من هذه، هذه الحين امرها سهل ان شاء الله المره الجايه في الديوان الثاني ان شاء الله ابجيك. هذا الديوان علي طلعت انا وعقب يومين زهم علي واجي واخذ الديوان منه كاتب المقدمه حقته. صار حولك قصص بعض قصائد نسبت يعني لاخرين او غنيت بدون اذن منك؟ والله كثير وانا ما 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 ابغى اقول كثير. اي كثير قصائد كثير راح علينا كثير من القصائد. اخر شيء اغنيه كل الدروب واخذت من الديوان بدون اذن وبدون دستور ولا شيء وغنيت. وللاسف ان الدكتور صار دكتور ابراهيم الدخيل طبعا فاهم وعارف ودكتور يعني اقل شيء اتصال، اقل شيء اللي يبغى الشيء يدوره ويحصله. هو ما قصر يعني كتب كلمات بحور احزان، هل هذا هل هذه كتابة شاعرية ولا كتابة يعني ما عارف ايش يقصد يعني يكتب الاسم عنده يكتب من الديوان، هل هو ما بغى يكتب اسمي ما عارف. وغناها من غناها؟ غناها واحد من اهل الشرقية اسمه حسن، اسمه حسن والله ما ادري شو الباقي اسمه، لكن انه هو في انا ما دريت عنها الا الان يعني من وقت بسيط اخذتها الجوال وانا اتفرج الا اشوف الاغنيه وكلماتها بدروب كل الدروب الحان فلان وغنى فلان كلمات بحور احزان بحور احزان وهي موجودة الأغنية وكلامه موجود كامل نفس الكلام؟ أعتقد أنه كامل نفس النص كامل يعني ما هو هو يعرف أن اسمي موجود في الديوان حتى لو ما كتب أبو الرحزان كتب اسم أو أتصل بالتليفون علما أن الأغنية هي أفضل مش علشانها كلامي أنا ما أحب المديح في الأمور هذه كلها بس انا سمعت الحان كثيره لكن هذه قبل ان يصير دكتور اقول الاغنيه هذه لحنها قبل ان يصير دكتور يمكن انه يعني اي لحنها كان جميل لا بس زين ما عجبك ولا لا 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 عجبني كثير اللحن اي وانا دقيق في هالامور يعني جميل عجبني لحنها زين مره زين الفنان القدير سعد ابراهيم إيه؟ تعاونت معه ولك يعني بعض الله يرحمك يا سعد كثير والله كثير اقول لك معك كثير الله يرحمه ومن قبل بس ما يعرف اني انا اكتب وانا من النوع اللي لما اقعد مع ناس ما ابين لهم اني انا اكتب او انا شاعر او عندي الا اذا جاء في مجال لل ما كنت يمكن في البدايه ما كنت تكتب اسمك في لا ما كتب في البوم مجاريح مع عتاب كنت تكتب مكتوب سعودي سعودي
ايه واللحن لا طلع مرة واحدة باسمي باسمنا بعد ايه ولكن انا مبسوط انه طالع سعودي ايه ما ابغى الوالد لانه في حياة الوالد ايه ما ابغى انه يشوف واللحن كان لحن مين؟ لحن الاستاذ سليمان الحماد الله يرحمه سليمان الحماد مجاريح ايه ايه طيب وسعد ابراهيم ايش تحكي لنا عنه وتعاونك معه؟ والله سعد ابراهيم اعطيته كم نص الحقيقه اقول وطلب مني الله يسكنه جنات النعيم الله يسكنه جنات النعيم وش طلب كان بيني وبينه تعاون يعني الله يرحمه الله يرحمه ايش غنى لك؟ غنى لي درب الامل واحده من غنى لي درب العمل واكثر من قصيده. في قصه حول اي عمل او تذكرها؟ يعني في كل قصيده تنكتب لابد اني لا مع سعد ابراهيم اقصد يعني مع الفنان سعد ذكرى سعد ابراهيم قال انا بروح لمصر وانا بسجل وعندنا مهرجان في امانه مدينه الرياض وابغى قلت لها خلاص أنا أشوفك يومين قال لا ما يومين ثلاثة قال لا يوم هكذا دور لي أي كانت عندي بعض النصوص ما بعد اكتملت يعني كملت واحد نص منها اللي هي درب الأمل درب الأمل في أعمال أخرى ثانية مع الفنان سعد إبراهيم ولا لا ثان ملومها وواحدة ثانية ما أدري كثير والله يعني من زمان الكلام هذا الله يرحمه سعد إبراهيم يا شارد صبري ناوي الدك وبايا بالأنا صدك يا شارد صبري ناوي الدك وبايا بالأنا صدك أشوف الحال في بعدك وأشوف يا شارد صبري ناوي الدك وبايا بالأنا صدك يا شارد صبري قطرة ندى ديوان قطرة ندى هذا قصة في شعر ايه قصة في شعر هذه خواطر حبيت اني انا اترجمها بالكتابة ايه وبدل ما اني انا احطها قصيدة في قصيدة في قصيدة قصيدة قصائد ايه يعني حاولت اني انا اجمعها ايه كلها هي مقاطع ايه كبليهات ايه كبليهات وطويلة جميل الشاعر واللاعب محمد بن عبد الرحمن المسلم شكرا جزيلا لك وأطلب نختم بشيء على ذوقك في قصيدة هذه قصيدة القصائد كثير بس هذه يقول لا تبكين لا تبكي أنا والهان حاكي ساعة الوله ألمح القمر بين يديت والسماء تفرش ظلالها عليت والنجوم بنورها والشمس بضيها كلها ما تساوي دمعة من عيني بس لا تبكي لا تخلين الشمس تسرق حمرة الأوجان ولا تخلين الهوى يداعي بضافي الشعر ويوقظ طرفك النعسان أنت من حق اللي يصونك لا يخونك يلومني أفكر فيت وصير شاعر وصير فنان يحسدوني على الريش وعلى الألوان ما عاشوا مثل ما عشت وما شافوا مثل ما شفت سحر الحضر روض النحر نبع العطر ليل الشعر ما ودي يشوفت أحسن سواي من كل البشر بس لا تبكي حكي يلا